السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني وأصدقائي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. حبايبي اليوم موضوع حلقتنا بيحكي كيف بدي أرفع مناعة الطير أنا لحتى يكون عنده جسم قوي ويقاوم الأمراض، وإن شاء الله عز وجل بالنصايح اللي رح أعطيكم إياها إذا بتمشوا فيها لمدة شهرين وثلاثة بإذن الله عز وجل من بعده ما عاد نعطيه أي نوع من أنواع الأدوية، بتكون مناعة جسمه ارتفعت وصارت قوية كتير ومقاومة جداً لجميع الأمراض اللي بتجي للطيور. أصدقائي طيب كيف بدنا نبدأ نحن هلأ مع بعض؟ اشرح لكم حبايب قلبي، خليكم معي، تفضلوا اللي عندي لهون على الطاولة. اليوم رح أحكي بإذن الله عن حبة البركة وشو فوائدها المناعية لجسم الطير، تمام أصدقائي، وبشو بتفيد، وزيت حبة البركة، الاثنين في إلهم أوقات بينعطوا فيها حبايب قلبي. هلأ كيف رح بشرح لكم أنا إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لرفع مناعة الطيور كلها بشكل عام، للببغاوات تمام، للطيور مثلا الكنارات، الحساسين، أي نوع من أنواع الطيور، فحبة البركة أحسن شيء بالنسبة له مشان مثل ما حكينا يقاوم الأمراض بشكل قوي. طيب أنا كيف بدي أبدأ فيها وشلون بدي صير أعطيها لحبة البركة حبايب قلبي؟ بالنسبة للببغاوات الكبيرة نحن رح نقول هلأ إذا عندهم أمراض وإذا عندهم مشاكل مزمنة قديمة ما عم نعرف كيف بدنا نعالجها، تمام حبايب قلبي، فراح نقدم لهم زيت حبة البركة. تمام شلون بدنا نقدم له يا الكميات قديش وكم مرة بالشهر مثلا أو بالأسبوع لازم نعطي؟ طيب أصدقائي هلأ أنا كيف بدي أقدم حبة البركة للطيور اللي مشان أرفع لها مناعتها اللي ما معها أمراض حبايبي؟ حبة البركة هي خليني أقرب على الكاميرا مشان تبين عليكم، تمام، هي اسمها الحبة السوداء، تمام حبايبي. نحن هون عم نستعملها للطيور فعم تجي فعالة وقوية كتير ولرفع المناعة مثل ما اتفقنا رقم واحد. الكمية اللي بدي حط لهم اياها انا مرة واحدة بالشهر هي المأكلية تبع الطيور، تمام، وهي المعلقة اللي بنحرك فيها الشاي يعني الصغيرة بدي حطها مع الاكل، تمام حبايبي، وخلط لهم اياها هيك مرة واحدة بالشهر اصدقائي. هي بالنسبة لرفع المناعة تمام وقوة الجسم ومقاومة الأمراض كلياتها. أما أنا إذا في عندي طيور مريضة أصدقائي وأمراضها عم تكون مزمنة وما عم نعرف شو الحل وقلوا للأدوية اللي نعطيهم يا حبايب قلبي، فمنعطيهم الزيت، زيت حبة البركة هيك بيجي بهذا الشكل لونه غامق. في عنا هون سرنج الأنسولين، سرنج الأنسولين طبعا مثل ما بتعرفوا للمية يعني سنتي، تمام حبايب قلبي. طيب وللعشرة يعني عشرة يونيت يعني جزء بسيط جدا، 10 يونيت من السنتي، تمام، لا تخربطوا. هاد تبع سرنج تبع انسولين حبايب قلبي مشان العيار الصح. حلو، المريض الطير المريض عندي انا راح بعطيه فقط 10 يونيت حبايبي، 10 يونيت قديش بيطلعوا هيك مثل ما اتفقنا، خليكم معي. إذا العشرة يونيت هدول تمام على سيرنج الأنسولين، العشرة يونيت هدول من زيت حبة البركة بينعطوا مرة واحدة بالشهر للطير كمان المريض، فبيجي تركيبته هون وقت بيكون زيت بيكون مفعوله أقوى بكتير من وقت ما أعطيها أنا كحبة يعني مثل ما هي من دون عصر، تمام حبايبي. فمرة واحدة بالشهر بتكفي للطير المريض. وبالنسبة كمان لطيورنا هلأ بفصل الصيف مشان نرفع لهم المناعة ويكونوا كتير قوايا جسمهم قوي وقاوم كل الأمراض حبايبي، وإن شاء الله نحن نكون هيك يعني معتنيين فيهم بشكل جيد جدا، مرة واحدة كمان من حبة البركة بنحط لهم إياها. خلينا كمان نحكي عن مشاكل التشحيم أصدقائي، شي بيقول لك مثلا طعمي جزار، شي بيقول لك طعمي كوسة، شي بيقول لك فلته بالبيت خليه يطير، تمام، فالطير اللي انا مالي مروضه بدي فلته بالبيت ممكن يضرب بالشباك، ممكن يضرب بالحيط، يأذي حاله الى اخره، فبخليه بقلب القفص وبعطيه كمان مره واحده بالشهر 10 يونيت من قياس السرنج تبع الانسولين، 10 يونيت بالشهر اصدقائي، بروح له التشحيم عنده وبيطري له معدته كثير منيح وبيعطيه مناعه بنفس الوقت، وبتلاقي صار جسمه كثير حلو حتى شكله كلياته غير باذن الله عز وجل. وامشوا على هذا الشيء وبشوفكم ان شاء الله عز وجل بفيديوهات قادمة، واللي مو مشترك بالقناة يشترك
ويعمل لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.